تفضل خذ ال معك. طيب ذكرت في شرح الآيات طبعا تحث الآيات على تدبر القرآن وحفظه، فهل يلزم من ذلك حفظ القرآن وفيما يعني بأحكام التجويد؟ نعم. والشق الثاني سؤال شيخ، لا خلنا ناخذ هذا السؤال الأول ونشوف السؤال. مسألة التجويد ليس بواجب، ومن تأمل حال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لا يعرف أنه ليس بواجب، ولو قلنا أنه واجب لأثمنا كثيرا من الناس اليوم، حتى من أئمة المساجد ومن المشايخ أيضا، مشايخ علماء كبار لو سألتهم عن أحكام التجويد ما عرفوا. المهم أن تقرأ القرآن بدون لحن يشيل المعنى، وأن لا تدغم ما لا يمكن إدغامه، أن تقيم الحروف والحركات بقدر الإمكان. أما التجويد فينقسم إلى قسمين، قسم مبالغ فيه ومتكلم فيه، فهذا إلى النهي أقرب منه إلى الإباحة. قسم آخر طبيعي فهذا محمود ومستحب ومن تزيين الصوت بالقرآن، لكن لا نقول إنه واجب.